حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، اليوم أحببت أن أتأمل معكم أوائل سورة البقرة على سبيل الشفاء، لأن القرآن كله شفاء، وهناك آيات أيها الأحبة ينبغي أن نستفيد منها. سورة البقرة سورة طويلة جدا، ولكن هناك نصوص في سورة البقرة مهمة جدا للشفاء. وكما أقول دائما، أنا دائما أحاول أن أبث تجربتي الخاصة، معلومة لدي أحب أن ألقيها قد ينتفع بها إنسان، قد تكون سببا في شفاء إنسان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا سببا في هداية وشفاء من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. سورة البقرة أيها الأحبة فيها 5 آيات في مقدمتها، أنا أعتقد أن لها أثرا كبيرا في الشفاء بعد سورة الفاتحة. يعني بعد سورة الفاتحة هذا النص له أهمية كبرى في الشفاء. لماذا؟ أولا لأنه يبدأ بحروف نورانية، ألف لام ميم. هذه الحروف أعتقد أن الله أودع فيها سرا من أسرار الشفاء، وهذه طبعا تجربة شخصية لا أستطيع أن أثبتها لكم، في يعني لأن اليوم الطب لا يعترف أصلا بالشفاء بالقرآن، العلم الحديث لا يعترف أصلا بالقرآن، فكيف يعترف بالشفاء بالقرآن؟ ولكن أنا أقول لكم يعني هناك معلومات يمكن أن تستفيد منها ولن تخسر شيئا. فتلاوة القرآن فيها راحة نفسية، هذا مؤكد، وتلاوة القرآن فيها أجر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن هنا أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة في عد الحروف: ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. يعني ألف لام ميم 3 أحرف، والحسنة بعشر أمثالها، يعني مجرد أن قلت ألف لام ميم هي ثانية، لن تأخذ معك أكثر من ثانية، ألف لام ميم كتب الله لك 30 حسنة. سبحان الله، ما هذا العطاء الإلهي؟ شيء عجيب والله أيها الأحبة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. عندما تقرأ هذه الآية أخي الحبيب يجب أن تعتقد أن هذا القرآن فيه هدى لك. فعندما نقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ينبغي أن تعتقد أن هذا القرآن فيه هدى ليس فقط إلى طريق الجنة، بل هداية لك في الدنيا للعلاج الصحيح، للقرار الصحيح، للرزق الوفير إذا كتب الله لك الرزق، لأن القرآن هو سبب في الشفاء والرزق كما نعلم أيها الأحبة. فذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني الله سبحانه وتعالى يؤكد لنا أن كتابه حق، وهو غني عن ذلك، لا يحتاج أن يؤكد لنا أن كتابه حق أو هو على حق، ولكن هذا من رحمة الله بك أيها الإنسان. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه، هدى للمتقين. فإذا أردت أن يكون هذا القرآن هداية لك في الدنيا والآخرة يجب أن تكون من المتقين. طيب من هؤلاء المتقون يا رب؟ يقول لك الآية التالية، تقول: الذين يؤمنون بالغيب. يؤمنون بالغيب، أول شيء ينبغي أن تعتقد أن يوم القيامة حق، وما بعد الموت حق، الموت وما بعده حق، الجنة والنار حق، الملائكة حق. صحيح أنا لا أرى الملائكة، ولكن أنا مؤمن بهذا الغيب لأن الله حدثني عنه، لأنه ثبت لدي بعد قراءة القرآن أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون كلام بشر، ثبت لدي إعجاز هذا الكتاب العظيم، وبالتالي كل كلمة في هذا القرآن هي حق. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قضية إقامة الصلاة قضية بسيطة أيها الأحبة، حتى إن الصلاة هي شفاء أيضا. يعني سبحان الله، الله جعل حركات الصلاة
فيها شفاء للعمود الفقري، فيها شفاء لآلام العظام، فيها شفاء تنشيط للدورة الدموية. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الإنفاق هو طريق السعادة أيها الأحبة، حسب الدراسات العلمية الحديثة. الدراسات العلمية تؤكد أن أسعد الناس هم الأكثر إنفاقا، لأن الصدقة والإنفاق وإطعام الفقراء ومساعدة الناس يحرر في الدماغ مادة هرمون السعادة، تشعرك بالسعادة. لذلك في الغرب حتى الملحدون، يعني حتى الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمنون بالقرآن، تجدهم يعني يلجؤون لمثل هذه الوسائل، يلجؤون لينصحون مرضاهم بالإنفاق من أجل الحصول على السعادة. نحن ديننا أمرنا بالإنفاق ليضمن لنا الحياة الآمنة المطمئنة السعيدة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. طبعا هنا أيها الأحبة قد يقول قائل، طيب لماذا هذا الكلام فيه الشفاء؟ أقول لك إن تطبيق هذا الكلام فيه الشفاء. الصلاة لا تكون إلا نتيجة طهارة، فعندما تكون على طهارة بشكل دائم وتصلي الأوقات وتحرص على قيام الليل وتحرص على أداء السنن وتنفق في سبيل الله، كل هذا يجعل نظامك المناعي أعلى وأقوى. هل تعلمون ذلك؟ الصدقة تحسن أداء النظام المناعي أيها الأحبة، وتحدثنا عن الدراسة التي قامت بها جامعة هارفارد، موجودة على موقعي، تؤكد أن مساعدة الآخرين والإنفاق عليهم ومساعدة الفقراء والتصدق يؤدي لتحسين الصحة النفسية والجسدية وتحسين أداء النظام المناعي في الجسم، بخاصة نحن اليوم بحاجة لتحسين هذا النظام لضمان يعني أن, 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 أن نواجه هذا الفيروس اللعين الذي يغزو العالم اليوم. طيب الشيء الثاني أيها الأحبة، قلنا الصلاة والإنفاق والإيمان بالغيب ضروري جدا. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هل تعلمون أن الإيمان بالآخرة وسيلة للشفاء؟ لماذا؟ لأنك عندما تؤمن بيوم فيه العدل، فيه السعادة، لا خوف بعده، لا حزن فيه، أن الله سيأخذ لك حقك كاملا يوم القيامة، لا تحزن. هذا يعطيني نوع من الأطمئنان. مهما تعرضت لضغط نفسي وأذى ومشاكل، أنا في مخيلتي أن هناك يوم الله عز وجل هو الملك، هو الحكم، هو الذي سيعوضني خيرا مما أخذ مني، وبالتالي أشعر بالسعادة، أتخلص من القلق، أتخلص من الخوف، أتخلص من الاكتئاب أيضا. إذن بمجرد أن تطبق هذا النص، أن تقرأه وتحفظه وتطبقه، هو وسيلة للسعادة. لذلك ختم هذا النص الذي يتألف من 5 آيات بماذا ختم أيها الأحبة؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سبحان الله، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لذلك إذا أردت النجاح عليك بقراءة هذه الآيات، إذا أردت الفلاح عليك بقراءة هذه الآيات. سبحان الله. لذلك أحبتي في الله، هذا النص من 5 آيات أنا أنصح كل أخ مؤمن أن يحفظه غيبا. لا يكفي القراءة ولا الاستماع، يجب أن تحفظ الآيات غيبا لتتمكن من تدبرها، لأن الله عز وجل أمرنا بالتدبر. قال أفلا يتدبرون القرآن. والتدبر هو مرحلة أعلى بكثير من الحفظ أيها الأحبة. فينبغي أولا أن تحفظ القرآن أو تحفظ الآية ثم تتدبرها. إذن يجب أن نحفظ هذا النص الكريم، وهو نص كله عبارة عن سطرين، يعني 5 آيات. سنختم بقراءة هذا النص أحبتي في الله. أرجو من الجميع أن يحفظ هذا النص،
أن تقرأ سورة الفاتحة 7 مرات ثم تقرأ هذا النص على نية الشفاء أو الرزق. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يجب أن تجزم وتعتقد وتستيقن أن قراءتك لهذا النص الكريم ستكون سببا في شفائك أو رزقك، ستكون سببا في علاج مشكلتك. يعني قبل أن أختم أيها الأحبة، هل فكر أحدكم أنه إذا تعرض لمشكلة أن يقرأ أول سورة البقرة؟ ربما قليل من يفعل ذلك. هل فكر أحدكم أنه إذا كان لديه مشكلة ولا يجد حلا لها أن يلجأ لقراءة هذا النص الكريم؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. كلما أحسست بالفشل اقرأ هذا النص، هذا النص يمكن أن أسميه نص الفلاح أو النجاح. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بهذا القرآن وأن يجعل هذا القرآن شفاء لما في صدورنا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.